تسلم صندوق العمل تمكين الدرع الذهبي لمركز خدمة العملاء في مجمع السيف خلال زيارة عدد من أعضاء لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية تقييم 4. جاء ذلك برئاسة سعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيس لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية، وذلك لحصول صندوق العمل تمكين من خلال مركزيه لخدمة العملاء بمجمع السيف ومبنى بيت التجار على تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية تقييم 4. وبهذه المناسبة أكدت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين أن الحصول على تصنيف الفئة الذهبية يعكس حرص تمكين على تقديم أفضل مستويات الخدمة بما يتماشى مع أعلى معايير الجودة العالمية، فضلا عن التزامه بالابتكار وطرح أحدث التقنيات في مختلف قنوات الخدمة والتي تتضمن الخدمات الافتراضية، مضيفة بأن حصول تمكين على شهادة آيزو جاء ليبرهن على التزام تمكين الراسخ بالارتقاء بكل ما تقدمه من خدمات وبرامج لجميع عملائها من الأفراد والمؤسسات. توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الكبير بتميز المراكز الحكومية وتقديم الخدمة بشكل مميز وسهل وسلس للمواطنين، ساهم الحقيقة في الدورة الرابعة احنا الآن في تقييم مراكز الخدمة انه يعني يصير في تحول كبير جدا في المراكز الحكومية، اقل يعني تقريبا 3/4 المراكز فاقت 75%، عندنا ثلث المراكز فازت بالدرع الذهبي والفضي، لذلك يعني هذا الاهتمام والثقافة اللي خلقت في القطاع الحكومي خلت الموظف الحكومي عنده يعني الأولوية ويحط اهتمام الكبير جدا بالمواطن بالمتعامل سواء كان مستثمر أو مواطن أو واحد يحتاج أنه يأخذ خدمة. نفتخر أن نقدم الدرع لتمكين على مركزهم في بيت التجار. جميل جدا أن احنا نشوف العمل قاعد يتواصل في تطوير الخدمات للمواطنين للعملاء للمستثمرين، كل هذه يصب في مصلحة البحرين في خدمة البحرين. نأمل كذلك أن نشوف مثل هذه المراكز كممارسات فضلة نقتدي فيها كلنا، المعايير موجودة عشان يصير فيها التنافسية، وبالفعل وجدنا هذه التنافسية في التمكين مع بقية الجهات الحكومية. احنا حابين نأكد على أهمية هذه المبادرة تحت رعاية توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله. المبادرة هذه جدا مهمة حق جميع الجهات الحكومية لتوفير أفضل الخدمات المتميزة للمواطنين. احنا فخورين جدا بفوزنا للمرة الرابعة التوالي بالدرع الذهبي في مركزنا في السيف، والحمد لله للمرة الثانية في مركزنا في مبنى بيت التجار، ودائما نطمح ان احنا نستمر في التطوير وتحسين الخدمات لتوفير اعلى جودة لعملائنا.